يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها بالقاهرة. القاهرة العظمى 38، الصغرى 25، الإسكندرية 32-22، مطروح 30-21، بورسعيد 31-23، الإسماعيلية 37-23. ونذهب إلى السويس، السويس العظمى 36، الصغرى 24، العريش 32-23، طابة 37-23، شرم الشيخ 39-29، والغردقة 40-28. ونذهب إلى الأقصر، الأقصر العظمى 42، الصغرى 27، أسوان 43-28، الوادي الجديد 43-23، شلاتين 39-28، وأخيرا حلايب 36-28. والآن نستعرض معكم مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.